بالله عليك والله تعبت وانا قوم. يا عيال يا عيال يا محبو يا عيال وينكم عن المدرسة ولا قمتم ومتأخرين وسهرانين لآخر الليل؟ يا أخوي تعال قاعد يريد يخلص علي بس تعال. يا ترى هذا المشكلة كلها تشوفه؟ هذا هو البلد كله. يا عايض انت حنا حاطينك فهيم القوم والله انه فهيم اخوانك. اسمع شوف ذا ها. والله العظيم انه البلد كله. تعال يا اخ كفن تعال. يا اخي ترى ما خلانا نرقد امس وقت بس لازم تقومون يا اخ ناي والله يستر عليك مساكم الله مرحبا. يا هلا يا هلا هذا التاخير والتسيب اللي اعطيناكم اياه انتم ما عندكم احد بعينكم وين هذا وين التاخير يا اخي كل ليلة متأخرين كل ليلة متأخرين نبي لكم الخير دقيقة دقيقة الحين انتم جايين بطنياتكم ليه؟ ماي ها؟ نبي لكم توهم صاحيين توهم صاحيين انتم جايين بطنيات ليه؟ عشان توهم صاحيين الوكاد احنا طبعا قم قم انتم يا قم قم انتم شو له طول وعرض وعلى عماها قم الإدارة كانوا مشتكين. تروحون. الله يسعد. طبعا حنا الإدارة كانوا مشتكين من تأخر الشباب. يا ربي لك الحمد. هذا بود واحد. ها إيه. أنا الليلة ما عليكم خلاف. جيتم بالوقت و. أنت. سويتوها دخولية. لا بقلبك. سويتوها. صفقها وطلعوا. ألوك هاد عندنا قصة قبل لا تروحون. ريتي. يلا. يلا عندنا قصة يا شباب عشان تريحون من جديد. يلا صنع قصة الحين. قصة يلا قدر قدي يلا قصة. يلا يلا. قدر قدي وجاوب. أنت طرفهم للنوم خوف يا صدي. إيه. قم أنت ويا قم قم قم. نادر. شيل البطانية. نادر. إلا خليه. يعني سياحة هنا. سياحة. يا بمفرح بمفرح. بمفرح. بارك الله فيك. بمفرح. بمفرح. قم. ماشي نادر. أنا شغال عليك. الكلام هذا. يعني سياحة كل زاوية. قصة يبينام يبينام. والله العلي العظيم النتائج طبعا البارح خلصنا اول جزء من او مو اول جزء اول قصه يا ابن مجنح والليله ايوه ابي بنادول بنادول اي أيوة والله شير والله بس شير والله بس امسك تكفى اخذ من العنق الوكال اليوم راح يكون عندنا باذن الله سلسله ثانيه فانتم كملوا نومتكم احنا نسولف عرفتم بس امشي تكون موجودين اي نادر اقرب لك كرسي هنيك تكفى ايش في بيدك حضورنا يعني ايش في بيدك وجه سعاده ترى حضورك يا ابو انا عارف اليوم القرارات شنو كانت على عدم الحضور فانا ابي لك الخير لا تكثر شغل بالله تو نخرج يعني قول قصه اي لا تكثر سوي زي اللي يا نادر يا نادر لا تصير خلاص نادر قول اللي عرفنا يلا قل قصتك يلا بالله اعطوني شاهي بالله عليك قهوه عشان صح ما بيقوم يسوي شاهي ابشر والله يا ابو يا ابو ابن مجرح عاوني على حيدي امس منا حملة ثقة تعال هذا من؟ هذا اليوم ما رفيق تمي اي قم 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 ما تقدر تقول لك العادي ترى هلعب كرتين تعال وين رايح؟ صحصح مع العرب وخليكم على الريجي لا تقوم امك ترسل امي ثم تفضحنا في النسوه البارح البارح من جنح خلصنا اول اوه نظارتك وين رجوله غدا نظام جديد كذا بالله يا حركه جديده قاعد ان البارح يعايض هذا من اللي صار من عندنا محمد بن فرح محمد البارح خلصنا اول سلسله احنا كنا متفقين يعني من دخلنا البرنامج انه راح يكون عندنا اكثر من سلسله سلاسل راح تكون في بدايه البث ليه؟ لأن بداية البث تعرفون أنتم بعض الأشخاص يتغيبون. بعد هيك ودك يا